وهناك احتمالات أخرى. وعلى أي حال فإن إنكار قراءة من القراءات السبع مما لا ينبغي، بل مما لا يجوز، ولا ينبغي أيضا تفضيل قراءة منها على قراءة، فإنها جميعا مما تواتر وثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد قرأها صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما أقرأه جبريل عليه السلام، وجبريل قد تلقى هذه القراءات عن ميكال، عن إسرافيل، عن اللوح المحفوظ، عن الله رب العالمين. فاكتراء أي مكترئ على إنكار قراءة من هذه القراءات إنما هو اكتراء على كتاب الله سبحانه، وعلى نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى ملائكته، بل وعلى رب العالمين.